يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نفخ في الصور وحشر الناس يوم القيامة، فهل تكون خلقتهم وأعمارهم على الخلقة والأعمال التي ماتوا عليها، أم يكونون على غيرها كأن يكونوا أصغر سنا؟ يكونون في الآخرة يبعثون كامل الخلقة، حتى القلفة التي قطعت في الختان تعود مكانها، يحشرون غرلا يعني غير مختونين، فيعيد الله الخلق كما بدأه، لا ينقص منه شيئا، بل قادرين على أن يسوي بنانه فيعيده الله كما كان.